وكأنها بالأمس وقعت، تفاصيلها لا تزال تكوي القلب وتدمي العين حزنا وقهرا على مذبحة ما زالت ندبة مكشوفة في وجدان البوسنيين. كيف لا؟ وتوابيتها في ازدياد مضطرد منذ أكثر من ربع قرن، حيث لم يعثر على رفات الكثير من ضحاياها إلى يومنا هذا. مذبحة سريبرينشا قتل فيها ما يزيد على 8000 عندما هاجمت القوات الصربية البوسنية المدينة عام 1995 في محاولة لانتزاع الأراضي من المسلمين البوسنيين والكروات. ولا تزال عمليات البحث جارية عن ضحايا الإبادة الجماعية الذين كدست جثثهم في المقابر، ومؤخرا تم إرسال 50 منهم إلى مقبرة بوتوكاري تذكارية شرقي البلاد ليرقدوا بسلام. وكما جرت العادة كل عام، سيتم إكرامهم بالدفن في 11 من يوليو تزامنا مع الذكرى 27 للإبادة. وبينما ينتظر المئات الضحايا الذين تم تحديدهم أخيرا لتوديعهم والصلاة على أرواحهم، تمر شاحنة في إحدى ضواحي سراييفو تحمل توابيت مغطاة بعلم كبير للبوسنة والهرسك تكتمل زينتها بالورود والأزهار. ولو أن التقصير في تقييمها من قبل الصرب كان جليا، إذ لا يعتبرونها إبادة جماعية، إلا أن توصيفها معترف به دوليا على أنها واحدة من أسوأ عمليات الإبادة الجماعية في القرن 20.